يعني عنوان غريب لكتابك الأخير اللي صدر اسمه الجمال المضاد. وغلاف الكتاب الحقيقة برضو غريب شوية، بتكلم عن الجمال والكتاب عليه مسدسات وشكل معماري كده، ما هذا؟ هو ده المعنى المضمر، بس هو واضح في الصورة في الغلاف. دي المسدسات دي عمل موجود متعلق في متحف براغ، أنا كنت هناك وأنا اللي صورتها بالكاميرا بتاعتي. وفي إيه لوحة اللي يدقق النظر فيها يلاقيها لوحة مقطعة، يعني لما تتكبر هنشوف إنه الفنان اللي عمل اللوحة قطعها بموس أو بآلة حادة، قطع اللوحة بتاعته. ده كان في بدايات اللوحة دي، كانت في بدايات الستينيات. والمسدسات دي كانت من كذا سنة. ايه المعنى بقى اللي تقصده؟ المعنى انه الفن بيختلف جذريا عما عهدناه في تاريخ الفن كله. لان انا من قراياتي ومشاهداتي ورحلتي في العالم كله، لان كل ما اروح حته في العالم لازم اشوف الفن والمتاحف والاعمال الفنيه الى اخره. فلقيت انه من بدايه الفن اليوناني الروماني في رحلته عبر التاريخ عبر العصور لغايه الحرب العالميه الاولى في 1914 كان ماشي على مفهوم ما، وكان ماشي على خطوات وتطورات مفهومه في سياق واحد، لغايه لما حصلت الحرب العالميه الاولى وجت الداده، مدرسه الداده، وشرخت، حطت اول معول في تاريخ الفن كله، ضربت كل تاريخ الفن من الداده، من اللي عملته الداده لما جه واحد اسمه مارسيل ديشامب، حط مرحاض في معرض وسماه عمل فني جاهز. هنا بدأت رحلة الجمال المضاد. هو شاف ان ده عمل فني، بعد كده اللي جم بعده نوعوا بقى في الرحلة لغاية لما شفنا الأعمال المعروضة في على غلاف الكتاب، وأيضا الأعمال الموجودة في الكتاب نفسه. فالكتاب يجمع ما بين، من هنا جاءت الفكرة يعني. بالظبط كده. مفيش قاطرة للتقدم في أي بلد في العالم غير الثقافة. أوروبا تقدمت، مش دلوقتي، أوروبا بدأت رحلة تقدمها من عصر النهضة، من القرن 16، 1500 وشوية. أوروبا بدأت تقدمها في 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 اللي موجود اللي احنا دلوقتي عايشين فيه ومتأثرين بيه، من إيطاليا، عصر النهضة لما بدأ في، يعني من قرون في القرن 16، احنا القرن دلوقتي 21، في فرق 5 قرون بيننا وبين التقدم الأوروبي. ازاي نختصر ال5 قرون دول لخمسين سنة بس؟ ازاي؟ هل ممكن؟ ممكن لو الدولة قررت انها تنتقل الى التقدم عن طريق الثقافة، لانه اوروبا تقدمت من مدينة اوروبية تغيرت الثقافة، غيرت الفن، فن عصر النهضة. فن عصر النهضة ده هو اللي أدى إلى تغيير جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية، لأن هم بدأوا يفكروا. أنت عارفة ليوناردو دافنشي كان بيصمم أسلحة، فنان الكبير ده، يعني فنانين صمموا أسلحة. فالفن، الثقافة هي مفتاح التقدم. قلت له كده، عايز أقول لحضرتك باختصار ومنتهى الصراحة، إذا لم نؤمن في هذه الدولة إن الثقافة هي قاطرة التقدم وهي وسيلتنا الوحيدة للتقدم، صحيح، التقدم العام، سنظل كما نحن، يعني نعيش. الفن والثقافة ده شيء أساسي وجوهري ولا جدال جداً في ذلك. والتاريخ قدامنا وتجارب، وتجارب الأمم قدامنا. تجارب الأمم في أمريكا، وأمريكا نفسها ما هي طالعة من أوروبا. يعني ما تقولي واليابان، واليابان يعني كل ده استفاد من تاريخ عصر النهضة وما تلا بعد عصر النهضة لغاية دلوقتي. فالثقافة والفن يا حضرتك زي ما قلتي هو وسيلتنا الوحيدة، ولا نبحث عن وسائل أخرى. نعمل ده، بس الثقافة مش وحدها، الثقافة يعني تعليم ويعني تربية،
يعني الثقافة مجمل. أيوة. الثقافة دي بتشمل بلا شك التربية والتعليم، والثقافة دي بتشمل جميع مجالات الثقافة. لا يعني حضرتك الحقيقة بتقول شيء في منتهى الأهمية، يعني ثقافة بلا تعليم ما تنفعش. هو كده، يعني هو التعليم جزء من الثقافة. بالظبط كده، التعليم ده جزء. الثقافة ليست جزء من الثقافة، ليست التعليم، ولكن التعليم جزء من الثقافة. يعني التعليم جزء من تكوين ثقافة الإنسان. أيوة. وهو خطوة الأولى على فكرة تكوين ثقافته. فلما تشوف الأطفال في الروضة في الحضانة بيتعلموا إيه، تقدر تدركي الأطفال دول هتطلع ثقافتهم إيه بعد كده. يعني مفروض يبقى في حصص. مظبوط. للفن، حصص يعني الإحساس بالجمال وتصوير الجمال. أنا حضرتها، هي مش مجرد يعني حساب وعربي. يعني جيلي حضرها لما كان عندنا حصة موسيقى، وكنا بنتعلم الموسيقى وكنا بنسمع تسجيلات موسيقية، وكان عندنا مدرس موسيقى يعلمنا، وحصة رسم وحصة أشغال وحصة فنون. مش دي كلها يعني أعتقد حتى يعني تلك التربية المدرسية من الممكن على مدار سنوات تنتج فنانين يسروا الحياة الفنية. أنتجت يا فندم التربية الفنية أو حصص الفن في المدارس الابتدائية. أيوة. والإعدادية والثانوية أنتجت فنانين، أنتجت كتاب وفنانين طبعا.